السلام عليكم، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ رب تكونوا بألف خير. النهارده احنا في فيديو جديد مع بعض، وفيديو النهارده منازل مختلفه هندخلها، وكمان كل منزل من دول وليه وضع كتير ممكن يكون سيء وممكن في نفس الوقت كمان يكون كويس. كل منزل من دول هنعرف طبعا الاسباب اللي خلته متدهور ومتدني بالشكل اللي احنا شايفينه، على الرغم كمان ان معظم المنازل في حاله كويسه جدا، وزي ما هو باين قدام مننا تحس ان مستواهم الاجتماعي كويس، خصوصا كمان ان عفش المنزل ده في حالة كمان يعني ميسورة. تعالوا مع بعض كده نكمل الفيديو ونشوف يا ترى الاحداث المثيرة معانا والمشوقة هتكون ماشية ازاي. بس فين دعمكم ليا وللقناة هنا باحلى لايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم. تعالوا كده زي ما شفنا طبعا الاوضاع اللي كانت في البيت والكركبة اللي كانت موجودة، وكمان البنات الشاطرين جدا اللي مسكوا الدولاب كده وبدأوا يرصوه ويظبطوه، وطبعا كمية الاتربة اللي موجودة كمان في السطح بتاع المنزل من فوق، خصوصا كمان ان هم كانوا في وضع كله أتربة زي ما احنا شايفين. يعني تحسوا بقى كده ان المنزل ده كان بيحصل فيه تجديدات وتغييرات زي ما هو باين قدام مننا كده، حتى كمان كل الاماكن اللي موجودة زي مثلا كده الارفف بتاعة التلاجة، الكلام ده كله بيتشال ويتمسح ويتحقم كويس جدا. يعني ممكن يكون المنزل ده كان حد عايش فيه قبل كده وعملوا فيه مجموعة من التجديدات والتغييرات، وفي نفس الوقت طبعا محتاجين زي شركة التنظيف دي تيجي توضبه وتظبطه قبل كمان ما ينقله من مكان لمكان. تخيلي كده ان انت عايشة في بيت قديم وهتنقلي مثلا لبيت جديد، تخيلي طبعا اما انت تاخدي كل العفش بتاعك من البيت ده تنقليه للبيت ده، فطبعا هيتطلب منك وقت كتير جدا ومجهود كمان قاسي جدا عشان تقدري تعملي كل المجهود اللي انتي شايفاه اللي واضح قدامنا كده في الفيديوهات. صدقيني فعلا مين فينا كده مثلا هتنقل بس اوضة من اوضة لمكان تاني؟ شوفي بقى كده عم بتخرجي كل محتويات الاوضة بتاعتك بره وتبدأي كمان تمسحيها وتمسحي الحيطان والشبابيك وتوضبيها توضيبة تمام، وبعد كده طبعا تجيبي العفش التاني اللي انتي كنت بتفكري تنقليه لنفس الاوضة. شوفي كده كل ده بيطلب منك وقت قد ايه ومجهود قاسي قد ايه، وكل ده كمان تعب ومجهود عليك انت في الاول وفي الاخر. يا ترى ممكن تعملي كده لوحدك ولا حد هيساعدك؟ فما بالكوا طبعا بقى في البلاد الاجنبيه، وده اللي انا كل يوم باكد عليه ان كل واحد عايش في حاله ومحدش ليه دعوه بالتاني. انت بتنقلي من بيت لبيت، يعني محدش يتدخل في حاجه زي كده، يعني بمعنى اصح كده اللي بيعمل اي حاجه في البيت اللي جنبه محدش بيحس بيه ابدا. هو ده طبعا الواقع اللي موجود في البلاد الأجنبية، وكلكم كمان بتأكدوا على كلامي في الفيديوهات أو في الكومنتات تحت بمعنى أصح، وبتصدقوني كمان في كل الكلام ده، لأن طبعا كل ده واقع إحنا عايشينه وشايفينه وبنسمع عنه كل يوم. تعالوا هنا كمان كده ندخل بيت جديد ونشوف طبعا بقى كده يا ترى الأوضاع فيها تكون ماشية إزاي. تخيلي طبعا إن أنت عندك ملابس كتيرة، ملايات كتيرة، حاجات كتيرة طبعا محتاجة إن أنت مثلا تحفظيها في مكان كده بعيد عن الأتربة والأوساخ. شايفين كمان كده شكل المنظمات اللي هما بيجيبوها لك ويظبطوا بيها شكل البيت. الحلو كمان في موضوع فيديو النهاردة ان انا جايبة لكم كذا شركة مختلفة، قلت بقى بلاش كده نمشي مع بعض كده بشركة بنمط معين، لا نشوف كذا شركة مختلفة ويا ترى كل شركة من دول ليها اسلوب معين في التنظيف ولا كلهم زي بعض. اكيد طبعا المشترك او العامل المشترك بينهم وبين بعض هو نظافة، كلهم بيحاولوا يثبتوا في الاول وفي الاخر مدى كفاءتهم ونشاطهم كمان الزايد، لان طبعا كل ما عملوا فيديوهات قيمة اكتر كل طبعا اكيد مجالهم زباين اكتر، وده اكيد برضو يعني عملة نجاح كل واحد فينا. انت في شغلك بتحاولي طبعا تثبتي لغيرك ان انت احسن منك مفيش، لو انت حتى فاتحة محل ملابس وجنبك كذا محل ملابس بتحاولي دايما طبعا تعملي اسعار اقل، بتحاولي دايما تعملي عروض، بتحاولي دايما طبعا تجيبي منتجات اكتر يكون عليها الطلب، بتحاولي مثلا تجيبي منتجات برضو يكون سعرها بسيط شوية عشان تجذبي الزباين ليكي. كل واحد طبعا عارف بيسوق شغله ازاي، هما كمان برضو عاملين كده، كل منزل بيدخلوه بيصوروا فيه فيديوهات كتيرة جدا. واكيد طبعا يا جماعة في ناس ممكن ما تقبلش بحالة التصوير، يعني دي طبعا حرية شخصية، بس عامة انت جايبة فريق تنظيف وعارفة ان هو بيعرضوا فيديوهات، فممكن اكيد يعني او الارجح على الاقل ان هما هيصوروا ويعرضوا الفيديو بتاع منزلك. فطبعا في ناس بتحب تظهر كده في الصورة واقفة بكل صدر رحب، وفي ناس طبعا بتبقى شايفة زي ما قلت لكم
قبل كده ان الموضوع مقلق جدا، تعالوا نشوف كده هنا في المطبخ ده طلعوا كمية حلل وحاجات هيرموها. يعني طبعا احنا لو عندنا هنا في مصر كده الست المصرية الأصيلة بقى بتحاول تعيد تدوير الحلل القديمة، تعيد تدوير كمان الأزايز البلاستيك القديمة، كل الكلام ده ما بنرموهوش الحمد لله. احنا عندنا كده دماغنا شغالة، بنحاول نفكر أكتر ونبتكر دايما حاجات جديدة. طبعا هنا غرف المطبخ والأدراج من جوه فيها كمية من الغبار وكمان برضو الحشرات، سواء طبعا بقى الحشرات الزاحفة الحشرات الميتة، الكلام ده كله برضو طبعا من الحاجات اللي كلنا بنشمئز منها. بس هقول لكم كمان على حاجة تانية، الست زي ما قلت لكم مننا كده بتحاول تبتكر وتخترع كل حاجة. يعني تلاقيكي في بيتك شاطرة جدا عاملة لك خلطة كده للتنظيف، هتلاقيكي برضو في نفس الوقت إزازة بلاستيك قديمة عندك ما بترميهاش، بتحاولي تعملي منها حاجة تانية، بتبتكري طبعا حاجات جديدة وأفكار جديدة من علبة بلاستيك قديمة موجودة، حاجات كتيرة قوي صدقوني. حتى علب الكنز الفاضية شفت ناس في شهر رمضان اللي فات جايبينها وعاملين منها فوانيس كتيرة قوي. يعني شايفين بقى الأفكار طبعا بتبقى كتيرة قوي، لدرجة كمان لو انت قعدتي تتفرجي على اليوتيوب على افكار بقى وحيل ومنتجات من اللي بتكون موجودة ببواقي حاجات عندك في البيت، صدقيني بتندمي على حاجات كتيرة انت رميتيها. وفي نفس الوقت كمان انا صراحة من الناس اللي بحب ارمي اي حاجة قديمة عندي في البيت، سيبك بقى من الكركبة والفوضى والحاجات اللي ممكن تعمل لنا زحمة في البيت، صدقيني فعلا مفيش احسن من النظام والترتيب. وكل الحاجات اللي انت ممكن تقولي عليها مهمة وهاجي في يوم الأيام استخدمها، صدقيني محدش فينا بيستخدمها أبدا. هنا كمان بقى كده الغريب في الموضوع كمية الأتربة اللي كانت موجودة على الأرضيات زي ما احنا شايفين كده، يعني أو اللي باين في المنزل ده بمعنى أصح، إن يدوب كان لسه الشبابيك الألموتيل بقى بتتعمل والإزاز كمان كان بيركب. فيعني الموضوع ده طبعا بيبقى عاوز برضو يا جماعة جهد جدا، ده بقى اللي أنا بكلمك فيه. هتنقلي طبعا بيت جديد أو طبعا عريس أو عروسة بيتجهزوا بقى لشقة جديدة، بتبقى طبعا محتاجة توضيبات قاسية جدا. يعني احنا هنا يمكن عندنا في مصر عندك ابنك بيتجوز اخوك بيتجوز بنجتمع كده كلنا ونبدا نوظف الشقه دي ونكنس له شقه بقى العريس ونمسح شقه العريس ونعمل الحوارات دي كلها. غيرنا طبعا بقى في البلاد الاجنبيه مفيش حاجه اسمها الكلام ده ابدا. وفي ناس طبعا تقول لك لا ما اقدرش اعمل الكلام ده والتراب وصدري وتعبانه ومش تعبانه والحوارات دي كلها، وفي نفس الوقت كمان تقول من الاسهل ان انا اجيب حد ينظف المكان ده كله. طالما فعلا في امكانياتك ان انت تعملي كده ليه لا؟ دايما كل واحد فينا أكيد برضو هيدور على سبل راحته ويشوف الراحة فين ويمشي وراها، وده كمان مش حاجة لا عيب ولا حرام. بس عامة أكيد برضو في ناس بتكون عايزة توفر شوية، لأن احنا طبعا مش هننكر إن في الأول والآخر من هنا طبعا بقى بكلمك واقولك كل واحد حر في اختياراته، انت مش مجبره ان انت تجيب حد ينظف لك، وفي نفس الوقت كمان شايفه ان صحتك ومجهودك يسمح لك ان انت تعملي كده، خلاص في ايدك
كل الطرق دي، يا اما تعملي بنفسك يا اما تجيبي حد يعملك، دي حرية شخصية. احنا بنعرض الفيديوهات دي بهدف ان احنا طبعا بنخرج منها بطاقة ايجابية حلوة جدا، وفي نفس الوقت كمان الهدف الاول والاخير ان احنا بنتعلم من تجارب شخصية مر بيها شخصيات كتيرة جدا قدام مننا. المنظر ده يا جماعة كده بقى شفناه في البيت ده وحسينا بضيقة نفس مفيش بعدها، ايه كمية الأتربة والغبار اللي موجودة، وفي نفس الوقت كمان الأوساخ، يعني تحسهم كده جابوا طينة من الأرض الزراعية وبقوا يرموا في المنازل دي تحت السرير. يعني حد ممكن يكون متخيل حاجة زي كده، أو برضو عشان ما نظلمهمش ممكن يكون زي اللي هو الخشب النشورة اللي بيكون طالع من الموبيليا بمعنى أصح، زي ما احنا شايفين كده، بحكم طبعا ان البيت ده لسه جديد وبيحصل فيه توضيبات، فيعني في إمكاننا نحكم عليهم كده ونحكم عليهم بالجانب السلبي التاني. عامة كمان كده ندخل المطبخ ونشوف برضو كمية الدهون والأوساخ اللي موجودة، وطبعا شكلها صعب جدا كمان مع التراب، فالوضع يعني كان صعب جدا. عامة طبعا أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش طبعا دعمكم ليا وللقناة هنا بأحلى لايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي أنا بنزلها معاكم. أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد، ومع السلامة.